أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كنا نستمع معكم ونشاهد أيضا تقرير حول حوادث السير في موريتانيا، وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج منبر الوطنية. مشاهدينا الكرام، يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام التي تظهر الآن على الشاشة، أو الرقم الذي يظهر على الشاشة الآن، حول مشاركتكم في الموضوع. ونتساءل معكم هنا مرة أخرى، يعني هنا ما هي الجهة المسؤولة عن مراقبة السرعة والحمولة؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، الاسم الكريم، تفضل. معك أحمد بزيد. أحمد بزيد، مرحبا. معك أحمد بزيد من جوجة. مرحبا بك ومرحبا بأهلك جوجة أحمد. أحمد، ما يعني شنو رأيك، أو رأيك في هذه الحوادث اللي عاد منتشرة في البلاد؟ من هو السبب، أو يعني كيف نوقف منها؟ أحمد بزيد. نعم. تفضل احمد. حوادث الدعم، لكن الحوادث الدعم القدرات ما مزينين، سواء تحق ثلاثه القدرة. وما اللي جاي ما طبعا تخرجنا اصلا من سياره عدوى من السرعة. السرعة السرعة. جيد، هذا هو اللي قالت عنه السبب الرئيسي في انتشار حوادث السير. جيد، شنو الحلول برأيك أحمد؟ يعني أنت منطقة جوجة معروف عن دائما يخلقوا فيها فهم حوادث، ياك باط ما مثلا منذ تاري يخلق فيها حادث والله. جيد، ديك نقطة مهمة، الوتات الكبارات اللي ما يقضوا عن قدروه، اللي يعود مثلا ماشي بسرعة زائدة جدا. يطلع الواحد يطلع عليك الضوء يعود عنده وتة كبيرة، يقضي عليك الضوء تعود ما تريد قاعد تراعي قدروه، يعود هو ماشي بنص قدروه. جيد، شكرا لك أحمد على المشاركة. نأخذ مشاهد آخر. شكرا لك. مرحبا. نأخذ مشاهد آخر. تفضل مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليك لباس. مرحبا، تفضل، الاسم الكريم. في أحوال بخير. بخير ولله الحمد. الحمد لله. ألو. تفضل. تفضل، نصنت لك، حس شوي عن التلفزة واسمع التلفون. الو الو مشاهد، تفضل، انا نصنت لك. شفت نتكلم لك عن اخبار الحوادث. سامعني؟ والله اللي سامعك، تفضل. بالنسبه لهذه قالهم الحوادث مشكلتهم الاولى في السرعه. هاي بعد المشاكل الاولى. المشكله الثانيه خاصه في الليل، دائما تتناقل مع واحدين يعودوا مثلا متعاقبين معك، فاصح لك واحد كيف قال لك ضو بسرعه. هو الوتات الكبارات اللي يقدروا يضو. ثانيا العالم السلطات عند منين؟ في هذا العالم السلطات عند منين توقفوا عليهم سياره يعاملهم بانهم يخفضوا السرعه؟ خفضوا السرعة. السرعة مهلا يقولهم تو مشوا بالشوارع مشوا مهلا مش متكايس. زين، ذيك عيادة تعدل اخي المشاهد. السلطات يدوبون قاعد قدام مشاهد. مشاهد، ياكم نكونوا مصيفين ونناقشوا الموضوع مثلا بطريقة حقيقية، اللي مثلا نحن عايشوا هذا ونراعوا فيه ونشوفوا. نعم.
قلت لك عن مثلا شركه الطرق عيات تدير هذا الاشاره اللي شرت لها انت على الاشاره مثلا بريد الفلانيه تلحق فيها 60 مثلا بالسرعه غير المواطنين عاده يعود واحد ماشي ما اخذ له فيها شيء لا تعود مثلا لا تعرفوا انت احنا نعرفوا الموريتان الحمد لله يتعود مديوره بلاكت عليها لا تخطى 60 يعود واحد ماشي 100 100 و120 يعود ماشي شو تقول انت في هذا؟ هذا صحيح قال دور السلطة رقابة أي سيارة خاطئة عليه يقول لهم على من يمشوا يخفض السرعة هو ما قلت هو عنده شيء خاص بيه قال بعد لا شيء قارف ذهنه السائق لا شيء قارف ذهنه على أنهم يلا اللي يعود فم يعرف عن فم عن لا يعود فم جيد عن فم لا يعود عقوبة رادعة على حد تخطى هاي السرعة في المنطقة الفلانية يا أخوي يلا تعود فم رقابة وعود فم واعي للناس كيف المعادين أنتم البرنامج زين مش عينكم علي نختار لكم هذا دائما يتكرر سمعت فيه فائدة للمجتمع والناس كاملة تشاهدوا وتراقبوا وتعرف ماذا الأخطاء مني وتعالجوا بطريقة هذا جيد شكرا لك كيف قلت عن مثلا الإعلام هذا دوره لأنه توعية المجتمع مثلا ينعت اللي خاسر واللي صالح أيضا تفضل المشاهد تفضل أخي المشاهد نصنت لك تفضل ألو تفضل المشاهد الاسم الكريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل مشاهد مخرج أعطيني مشاهد آخر نطلب من المشاهدين من ولاية يتصل بنا ياك مثلا نفيدوا المجتمع ونستفادوا نحن وتستفادوا أنتوما يعني نكحز شوي عن التلفزة ياك نتمكنوا من الصوت يعود مسموع تفضل مشاهد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معك الطيب والمحمد السالم مرحبا السيد والمحمد السالم مرحبا بيك شوف خويا نأخذ مشاهد آخر تفضل مشاهد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا وسهلا تفضل اسم الكريم وسمعت الموضوع احنا نتكلم عن حوادث السير اللي عاد منتشرة في بلادنا الاسم محفوظ احمد سالم مرحبا محفوظ مرحبا بيك سمعت الموضوع والله سمعت الموضوع بعد الموضوع تكلم عن اخبار سرعه السائق والله اخبار قاع الحوادث بشكل عام لاسباب وعلاجها صحيح أنا بعد يحيي لي عن إذا كان بيوجيه لا تخلف السائق من راسه. تابع لا تحني تسمع صوتك في التلفزة تابع يا جبار بديجات يعود بالسرعة ما يعرف حد يعني. تفضل. تفضل مشاهد تابع. يعرف بريدات إني نعود بسرعة ما يعرف تلقى أشياء في داري فيهم ما يعرف احترم نقطات السير ويعرف تعود الدولة طاحة فهم عن أي رقاش تخطى ذيك السرعة المحدودة تعود عليه ضريبة والله تعود تسحب حد منه قطاع تحجز مدة 15 يوم والله ياك من أجل المواطن يوعى هو من رأسه جيد تعود فهم عقوبة رادعة على حد مثلا تخطى هاي السرعة فيك المنطقة بذات صحيح والله شكرا لك تعود الدولة واعية إذا كان قضية وسائل الكبارات يعود واحد يعود ماشي رافد فوليوم كبير من الدبش
ويعود واحد ما مستير دروات والله واحد دروات قاعد يعيش ما مستير قاعد الوتات صحيح. شكرا لك مشاهد الوتات قالت مدعية واحد يذوب الذوب ما يصالح ما يصالح. جيد شكرا لك المشاهد على إدلائك برأيك حول الموضوع. كيف قلتوا عن هذه السيارات؟ أنا شخصيا عيت مثلا مرة جاي من وادي بو وفهم سيارة من هذه الكبارات لكن مثلا نموذج من هذا اللي كنت تقوله فهم سيارة قدات علينا ضوء ما هو عاد بها مثل هي ماشية سرعة فائقة وقدروا زروا منه وفيها التراب عدنا لله الحمد لله اللي سكنا إيك ساعة ونصلنا عن قدرهم. إذا مش مباطة هذه قضية هذه السيارات اللي تعود واحدة كبيرة حجمها كبير وتعود هي مولي قادة ضوء متين وماشي السرعة فائقة هذا مثلا شكل خطر متين وهو اللي قد يعود من أسباب أيضا الحوادث في موريتان. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا قلبات يا خير. مرحبا وسهلا. أخوي معك مولاي إسماعيل ولد النذير. مرحبا بك مولاي إسماعيل أهلا بك. اللي تقول نحن هذا هو شد شي جابرينه في طريق الأمل هذا إلا قصف قدرهم قدرهم كثير حتى من القصف اللي وتين ما يقدوا يخطموا ليه أسمعت ونيجود عندك وقت صغيرة وتمشي وتماشي إلى قدرهم يعني أنت تتلقى بعاوة كبيرة فرض عليك أنت تنقذك راح ما أعرف ليه هي تتكار مع الوقت أسمعتوا ونطالبوا من منبركم هذا لأن الدولة لأنها تعدل لنا الطريق من هون إلى أبو تيميس لأنها واقع لها شيء من القصف ما هو معقول وكل ساعة يموتوا فيها آلاف البشر ماتوا لنا كل ساعة نفتقد الواقي معناته أن هذا فيه ضرر أن نحن روسنا وفيه ضرر للدولة هذه الدولة ومواطين مواطنينها وأي شيء يخسر فيهم يخسر فيها هي اسمعت ونطالبوها لأنها تصلح طالب لي هو ذا الواقع له من قصف ما هو شي شوي مطالبي من منبركم هذا لأن الدولة اللي هي لأنها تصلح لطالب من هون إلى أبو تيميس. نتمنى إن شاء الله أن تسمع الجهات المعنية نداءكم إن شاء الله وعن تلبيه إن شاء الله ويشي مشار الجهات المعنية والله إن شاء الله. شكرا لك على المشاركة. كيف قلت طريق الأمل من هون إلى أبو تيميس تحتاج للصيان وتحتاج أيضا لتعديلات كثيرة فيه كيف قلت فهم قصف في قدرهم حتى طالب قصيف حتى مثلا من الصعب تعاقب والتين اللاب مثلا الطريقة مثلا دائما تودي إلى الحوادث. نأخذ المشاهد. تفضل المشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. مرحبا وأهلا الاسم الكريم. ما شاء الله تبارك الله. أولا نشكركم لجوة لو. تفضل تفضل مشاهد نصنا تراك تفضل. اولا نشكركم على البرنامج. شكرا لك. ثانيا نقول ان هاي الحوادث كثيره. الو تفضل نصنا تراك تابع كلامك. اختار اولا نشكركم على البرنامج مهتم نقول عن الحوادث كثيره. ياسر منها لاقت المسعوديه لان المواطنين ما مكتسبه في الحقيقه ومياس وتصرفات اللي ما هي لياقة بلي تم واحد ماشي من يجي توم موقف من دون أنه يخرف كان جاي حد من وراه فكان بخص اللي وقف فيها كان عامل والله ما هي عامل لمني سبب الأخطاء وجيات مولي الأمن وجيات الأمن مولي اللي يحملوا مسؤولية أخرى أنه ما يقايمة بعمل كما يرى مثلا لا يتكب شخص لمخالفة العمل اللي يالت تقوم الجهات المعنية به شنو هذا الموضوع لا يتكب شخص لمخالفة ما تضرعوا الضرع اللي يأكلوا وراء ما يجعلون يعداك الشكل من الأخطاء إذا قابوا ترخصوا ما عليه يطول ما أولا زيني يتصل حد ولاش حد مصحابه يقوى يعطيها لأن ذات إضارب أمني كيف ذلك مولي يدفعها هاي شكل من المسائل لا يصدق يأكل شخص من يعدى خطأ زي تعدهم قوانين ولا إن شاء الله لا بد قوانين تطبق على الناس ويأكل بحد وعدى أخطاء كبيرة يشخطى ذلك يسبب جاسم من الأسباب ينقبوا وينقاسب به التأهيل يؤهل من جديد تنقوم من رخصة جيد وقع خالق أخي المشاهد خالق مسألة يعدلوا التأهيل من جديد ويش بناء نصائح توعية يعني متى يوقع ذلك من الأخطاء جيد شكرا لك مشاهد والله بفتح حلقة
صحيح اللي يعد صحيح وقت اللي يعد هو مبشوط ونواليبه اللي كانوا قدرات معادلين وشيف قدروا ندافعهم من جديد إننا نختاروا بلا قدروا ندافع عليهم ونقع على طريق روسو ولا طريق متليميت لأن الظفر يزيد طريق روسو نينجيها 40 كيلو منها معدة عدها زين وخاطني مدى الفرد اللي هاشي من الرام لوش مع أحد وش نتمنى إن شاء الله على المجالات المعنية تسمع نداءكم ومدلنا متعدلها والطرق اللي قلتوا ثم طريق روسو وهم طريق نواليب وهم طريق بوتليميت هاو الطرق اللي مدلنا تحتاج لتعدل حقاتها وحكومة نتمنى إن شاء الله المجالات المعنية أنها تسمع نداء جميع المواطنين في هذا الموضوع خالق ملي مسألة قاعد حد عدلها يعني تعدل يقولوا عن الوقاية أسرع من العلاج على أي حد لا يقبل سيارة يارت سابق يقبلها يعرف هو من هو يعرف يعرف كانوا يعرف يقد يقبل سيارة ولا ما يقد ما فهم مثلا الرقابة ما فهم أمور تجي تخول لك على أنك تقبل تأشيرة سياقة اللي هي برمي سابق تقبل برمي يعطيك تعود مدرب بعد قال وعرفت كانك تعرف تحرك طبعا الدولة عادت فماتي الشيء ذكي فقير ما فات مثلا ما فات وطبق من طرف المواطنين تطبيقك الحقيقي نأخذ مشاهد الو نعم الو تفضل الو تفضل مشاهد نصنت لك معك متصل مرحبا متصل الاسم معك متصل من نواليب مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بأهل نواليب اسم ابو بكر من محمد مرحبا ابو بكر أخذ كريم من اختلافات السلطات تقوم هي بواجبها واجب الأساسي ودرع السائقين يعني أنهم يتم يحترموا الإشارة في المرور ولهم يتم يحترموا التعليمات اللي نعطاهم يعني دائما ينقال السائق أنه يقعد ماشي حرك يلتزم بالطريق ويلتزم بالإشارة في المرور يعني أنت ماشي في الطريق واشتركت تركت معك الناس فرد أنت ماشي وماشي دزم بوزيسيون وتليفونك بيذكر اللي عند إيدك العصرية ما تعرف الجاي وراك وراك الكابل جاي وراك انا ارجع عند الحاله المستاجره ما هي عندي ما يظن لابد من المسؤوليه واحترام يا احد العرب انا مش انا مشترك في الناس فرق انت لابد من طاح رقابه على راسك طاح رقابه للناس جاي من وراك صحيح يعني قول ياك ما تسبب لهم اخطاء ولا تسبب لهم انهم يسبوا في حوادث جيد عقوبه معدل الدوله انها تصدق لان هي اللي تدرع المواطنين ويخلوا عنهم الوساطه ويخلوا عنهم الامور اللي زي ما ينتج اي حد من الشرطه ولا حد من جيد طرقت المساله حقيقيه اللي هي اخي المشاهد من وادي ابو خالد المساله طرقت لها من اجل ان المواطن يرتضى ان لا يشك بالاخطاء ولو قدرون بالتيميت وقدروا راسه والله الا تعالى هذا القدرات اللي عدلوا مخصوص ونوالي يقول لي قدرون كان معدل وجين داروا كوش خم قدرون كان يختار بي وفرهم ودوزات تحضروا بي أرق بعضين القدرات اللي خاسرين قدرون مخصوص من درك أنا كأخي المشاهدة عاقب تمشي على طريق نوادي بو ولا عاقب تمشي على طريق نوادي بو طريق نوادي بو أنا اللي واحد سكان نوادي بو ما هي عاملة ونين تراهم تساور ونقدر تساور ولا أول الوقت بين الدحنيس ما تلقى مشتركهم على شاء الله الشيخ ناس إقبال يجيهم شور المغرب جيد تمام واحد بفوت كايسين وثانية تمشي من الأغراض اللي كلها والدايب ماشي بسرعة زايدة على المعتاد العود مملي ما هو منتبه كان الطريق قاعد أي حد وراه ولا موجي أحد وراه ولا طريق زيد شكرا لك مشاهد شكرا لك على كل شكرا جزيلا لك تسمحوا لمشاهد آخر أن نقضوا رأيه أيضا في الموضوع شكرا لك أيضا على هذا الموضوع والأمور اللي طرقت لها كثيرة ومهمة وحق الحكومة هي السبب قد تكون في حوادث السير خلق مثلا طرقت لها اللي هي الهواتف أثناء مثلا عودة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل السلام عليكم وعليكم السلام مشاهد مرحبا بك وسهلا معكم سيد محمد البقراني من وعليكم مرحبا بك سيد محمد معكم سيد محمد البقراني من وعليكم تفضل تفضل سيد محمد انصنت لك سيد محمد البقراني تفضل سمعت الموضوع سيد محمد تفضل نعتذر عن قطاع الاتصال من سيد محمد بن وادي ونأخذ مشاهد آخر خلق مثل قبل نأخذ مشاهد قضية هذه الهواتف كي أشار لها قبل المتصل من وادي السلام عليكم إن واحد يعود يحرك يعود مثلا سوق السيارة هو يتكلم في تلفون ولا هي يقطع ولا يعدل الرواية هذا الشكل خطير ودائما يعود سبب حوادث السير للأسف نأخذ مشاهد ألو تفضل مشاهد
السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك وسهلا. تفضل. يقول معاك محمد ومحمد عبد الله. مرحبا محمد. هذا البرنامج شاكرك عليه، برنامج جيد. شكرا لك. تفضل. معاك محمد الصنت لك، تفضل. سمعت الموضوع؟ والله الموضوع اللي سمعته موضوع مهم وموضوع زين. شفت بالنسبه اللي قالوا الحوادث السير، انا ماسع عن العامل فيهم مشترك. تفضل الصنت لك. بين السائقين وبين اللي عن الدوله ما هي معدله فيه شيء. شفتين قال طريق بوتلميت وطريق الوادي، يقول كنت تقول لهم طريق خط عنها عادت متدهورة إلى أقصاحة، والسائقين ما هو فاهمين، والواحد يمشي عليها مشي زايد إلى أقصاحة. جيد. وتوف جيد. فهم مثلا السرعة يلت مثلا السائقين كما قلت على أنهم يتكايسوا يعرفوا عن الطريق، مثلا أنا محمود المولانا أنا مثلا ما هي زينة حتى، وعندما تموا يشوف الشور يتكايسوا من أجل محافظة على سلامته. ألو. تفضل المشاهد نصنت لك. أخي نطلب من المشاهد يعلم أنه متصل يتابع كلامه لأن عنه مسموع، أي تميحاني يعلي كلامه في التلفزيون ويبحث شوي عن التلفزيون كي تمكنه من الصوت. ألو. تفضل المشاهد. السلام عليكم. أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. مرحبا وأهلا. أنا مال الوطنجة. حق بعد. تفضل. قضية أخبار السير وأخبار وجات اكسيدا على الاودو. حق بعد اخبار حوادث السير نتكلم عن انتشار حوادث السير. حوادث السير اللام المواطنين. اللام ان احنا المواطنين بصفه عامه. ما فينا حد، ما فينا حد مسؤول. انتم كنا يدوب الرفاق ما هو بد الدوبيد. والشح وش من الشح ما هو ماخوذ. ولادنا دي خلاص قضية السير بيده يشح فيها ما فاصلوه، وبيده ما يشح فيها ما فاصلوه. ولادنا حد يعبد الطريق. سيد اخي المشاهد شوف اخي المشاهد انت هذا حمد كل شوف من شوف اسمح لي اسمح لي شوي اسمح لي عدم الاتجاه عدم احترام عدم اخي المشاهد عدم عدم احترام عدم احترام المواطنين يجي بالخير بالعكس. اخي المشاهد عدم احترام المواطنين لهو الاشارات تطرح ما يرجع يا الله ترجع على الدوله يلا تعد مثلا اي حد خطى هذيك الاشاره يلا تندال عليه عقوبه رادعه قضيه دام المواطنين بشكل عام. او شكرا شكرا لك على المشاهد. والكان يعاقبهم هذا عليها يعدوا يعاقبهم الطرق خارج ما حد يدوم يقعد الدوبي يعاقب المواطن على انه عدل الشخاص المشكله الوحيده الطرق ما هم المشكله الطرق اللي عاد زينه ومعدله. شوف طريق الواشوط هذا معدله كامله وتفرق زينه هذا وكله يشيل دوبر قدام طريق فرض الطريق وكله يحبط له خارج طريق الطرق ووقفوا اثنين مثلا على طالي غير اثنين هم يكردوا يعاقبوا لانه عدو ما تدري يخلي وما دام بصفه ما ينفع زي دار طالي لا بقى طالي معدل ما ينفعهم ينفعهم يعود هم مسؤولين ويعرفوا يعدون لهم كل وقت. جيد شكرا لك اخي المشاهد شكرا لك على هذه المشاركه شكرا لك على المشاركه القيمه. كيف قلت يلا تعود المواطن مثلا يعرف مثلا السير ويعرف قوانين السير وبليده ما يتخطاها ما يتخطاها وبليده يالتو يوقف فيها يوقف فيها ذاك هو يالتو وبليده ما يالتو ما يوقف فيها ما يوقف فيها. ناخذ مشاهد تفضل. نعم تفضل مشاهد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام نصنت لك اخي المشاهد تفضل. معاكم محمد. محمد فهد. مرحبا محمد. محمد فهد. بعض سمعت الموضوع الحوادث اللي يتعلق بهم موش حق بعد نتكلم عن حوادث السير ما هي المسؤول ما مستفيدين بالسرعه تفضل تابع هم انفراط في السرعه والسلطات مولي عدم احترامهم المسؤولين قالوا هوني تاخذ عليهم سياره تعود بشهر شهر تاخذ عليهم سياره بشهر شهر
يخلوها تتخطى مقابل الحاسم هي مهمه يقولوا لك هذه انت اللي ابنين والله 3000 يقعون من الشوفير وتقيم معي سياره تشر الارواح ما يهمني معنا. جيد. الحل اذا شنو هو اخي المشاهد؟ الحل برايك للحد من هذه من انتشار هذه الحوادث؟ الحل لازم تدار قرامات على السائقين اللي على السرعه المفرطه وعندهم رادارات عند الدرك. تعدي الرادارات قائمه بعملها. ما يعود الرادار يندار عليه واحد يعود ذاك ثم يجي من الرادار زاد وتعطى الحاسوب يخلي القضيه تعود الرادار مربوط بالرايه ولا تعود عند مراقبه. جيد. شكرا لك اخي المشاهد. ناخذ مشاهد اخر. شكرا لك على المشاركه القيمه. ناخذ مشاهد اخر. يلو اعطينا مشاهد اخر. تفضل مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي اختي المشاهده. ايوا شحالكم؟ مرحبا وسهلا. تفضلي. الاسم تاعك. هذا برنامج زين. شكرا. لا ماشي عن الوطنيه حد بيه اللي صرف مواطنين وهمومهم. شكرا لك. شكرا لك. الله يحفظنا يحفظ المسلمين. امين ان شاء الله. انا طالبه من الدوله هون تعدل المسائل. الحفظ المواطن وحده. يعني ان هذا قدرون هذا الناس من هون الى النعمه. يعود خطين. يعود؟ واحده يعود خطين. خطين. قدرونهين واحد لك واحد لك. زين واضح. كل شيء دروا كل شيء عبوش. وواحده يعني ان هذا الوسائل الكبار مره قرار عندهم في الدوله ما يحس يعني هاي. ومش محركهم في الليل يحركوا في النهار. المساله ما اذا انتهوا الناس اللي في السلطات اللي يخدموا الوسائل المحملين ويخلوهم ماشيين يعرفون المسؤوليه مانع. وهي البوليس والضرب وشندا اللي كلهم لا يركبوا يعد المخالف من البوليس سلام الكارديالا تعاقب نوبل عن المواطن اللي عادي. جيد واضح. عاقب ياك المواطنين يا الله يفهموا على انهم ذي السرعه اللي يمشوا بيها يتحملوا مسؤوليه. وعدم لانهم يتبعوا دور السير. جيد. وسبحان الله يتعلم التحرك قال هذا نوم السير ما يمشي عليه. جيد. هو كيف قلت هم تعلموا التحرك لكن التحرك هو رجاج عنده حديده. حديده مثلا يقعد ما يعرف الطريقه اللي يسوق بها وما يعرف الطريقه اللي يتوقف فيها والله يمسه تعود كارثه كبيره حقا وحتما. معناها انهم يا الله يعرفوا الطريقه اللي يمشوا بها. والله يا الله يسامحوا. القوانين ما نلقى جات تطرح ياسر اذا مطروحه. يقال خاص تطبيقها. جيد. شكرا لك المشاهده على المشاركه القيمه اللي طرقت فيها عده امور. خطأ الحكومة هي السبب قد تكون من الأسباب المودية لانتشار حوادث السير في بلادنا. نأخذ مشاهد آخر. تفضل مشاهد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك مشاهد. محمد الله. تفضل نصنت لك. تفضل مشاهد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوا شباري على الخير. مرحبا وسهلا. الاسم الكريم وشنو مشاركتك في الموضوع؟ قلت لك الحلقه حول مرات السير. حق بعد الحلقه تكلم عن انتشار يعني العاد كبير في الحوادث السير في موريتانيا. الاسباب وشنو الحلول؟ لا لا انت اخي. السلام عليكم. وشكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. نصنت لك اخي. تفضل. تصنت لي. والله اللي نصنت لك. تفضل. لا نختار نقول لك على ان هذا اللي حارك المستيقين فينا هون يا السفن على انه يخصوا ياسر من المسؤوليه. و و و وقطعا انه يا الله هو مثلا الدوله تحط لنا في ظهر ذيك القضيه. اللي هون الثقه فيها ياسر من المواطن اللي ماشي على الشارع ماخ. واللي قاعد يبيع شيء وحالته هون مؤسفه السائقين ما يعرفوا قاع لنا حاله المرور. جيد. ولا هم متمسكين بهذا القانون اللي قالوا كدلاروس. ولا فوضى هم حسنين حابين يجبد المجاورين. يشوفوا علينا يشوفوا علينا احنا هون يا اساسا احنا في حاله مؤسفه.
حقت صحيح كما قلت حاله مؤسفه جدا. داير دبوس الزر لين يوقفوا الشرطي يجي راقب دبوس وهذا الحقيقه والله انه مؤسف. يلت كيف قلت عن الدوله ترد النظر لهي القضيه صحيح يلت كانت هذو الشوارع الزينين اللي عبدوا وتعود مثلا الروايه ذيك هي واضحه ويبسط قانون واضح. جيد شكرا لك. واضح شكرا لك اخي المشاهد. كما قلت اياك نقدروا نبنوا مجتمع صحيح كما قلت يلت مثلا كيف قلت طرحت نبدأ مهمة جدا هي قضية عن المواطن يلت الى مثلا دارت عليه ضريبة والله عاد في مرادع من طرف السلطات رعاً فعند لا من مصلحته من اجل توقيف هذا النزيف للاسف اللي سببه حوادث السير. وناخذ مشاهد اخر. تفضل مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل المشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي المشاهد الاسم الكريم. السلام عليكم. مرحبا وسهلا. راني اشكركم على البرنامج. راني اشكركم على البرنامج عندي حسنه. شكرا لك. برنامج مهم. شكرا. لا مستيقظ. سائقين موريتانيين. سائقين جيدين وعندهم الاتحاد طريق طريق خسر خسر 200 من 200 حتى ماشي وانت ماشي بسرعه هذا مقوله فاني ماشي اللي تبغى حضره جيد هي الطريق اللي عاد خاسره يالت المواطن كمواطنين يالت مثلا نمشوا بالشور عليها هم يمشوا ماشي بالشور وعادي تقول تمني تجيك حفرة وتقول وانت جاي ما تعرف كيف لا يتمش انهم لهو خالق مثلا اختار نقولها لك امال شوف قد راس يلا يقول ما طيانه صيانه اليوم تراقب. نعم اخي المشاهد كيف قلت عن مثلا قلت مثال عن تعود حد ماشي يجي حفره خالق مثلا ذبتوها امال اهل السير على ان تعود السياره ماشيه 80 عنها يقد مهما خلق يقد حد يتحكم فيها غير ان تعود ماشيه فوق ذاك ما تلقى قد يتحكم فيها اسوء شنو تفضل. لا سمعت اخويا قلت لك عن خالقه مساله ذبتوها اهل السير الناس اللي تعرف قوانين السير وتعرف قلت لك عن خالقه مساله ذبتوها لسلامه الطرق عن اي سائق ماشي 80 عنه يقدر يتحكم في السياره الفوق من ذاك ما تقدر يتحكم فيها انت قلت مع ان اي رقاش قاعد يتم يقعد يعرف عن قدرات عنهم مثلا فيهم خساره كبيره يمشي بعد بالشور 80 على الاقل الله يكرم. صحيح شكرا لك على المشاركه اخي المشاهد ناخذ يا اخي يا اخي يا قال طريق الامن خاصه وقال شكل شيء خطير حتى وقال شيء خطير خطير صعيد صعيد تحرك معه استشارات نشوف تعامل مع 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 السير تعرفون التحرك اللي جيد شكرا لك اخي المشاهد شكرا لك على المشاركه القيمه شكرا لك ناخذ مشاهد اخر نقبل رايه حول الموضوع كيف قلت عن مثلا يالت فم يالت السائقين ويعرفوا مثلا قانون السير ويتم السلطات تعود فم عندها قوانين رادعه للحد من انتشار هذه الظاهره التي للاسف اصبحت منتشره بشكل كبير في بلادنا ناخذ مشاهد اخر تفضل مشاهد مرحبا بك اخي المشاهد تفضل تفضل مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا واهلا تفضل. تفضل مشاهد. تفضل اخي المشاهد. جلو اعطينا مشاهد اخر. السلام عليكم ورحمه الله الوطنيه. وعليكم السلام ورحمه الله طبعا الوطنيه تفضل مرحبا. تقول هذه طريق الامل اللي ماشي مع الشوط الى نعمه. هذه طريق كان طريق احمد وركع طريق للاسف. مطالبين من السود. رقب صوتك شوي. هذه الطريق تصممها. والله انا قد بعض ما قلت
ويا الله مولي يا الله كل مرحلة كل مرحلة من الطريق تعود عندها سرعة مخصصة. اللي كيف قلت أنت حالا قد إن السائق يعني السرعة ينخفض 80 صحيح. طيب شكرا لك يا أخي المشاهد على المشاركة. الأساسي عندنا خصوصا الأساسي عندنا حكاية عن الموتاني على طريق الأمل يمر. صحيح طريق الأمل كيف قلت يحتاج يحتاج لعدة تعديلات وكيف نعم ومنها قصف مثلا يالتو يعود سعره شوي كان يقدم مثلا الوتر الو يك الوطنية يتعاقبوا عليه ناخذ مشاهد آخر الو يك الوطنية الو تفضل مشاهد الو يك الوطنية معكم أبو علي المشاهد مشاهد أعطيه لي له تفضل مشاهد تفضل نجدوا على ان نتكلم عن يعني انتشار في الوطنيه هاي الحوادث انتشرت على قناه الوطنيه وراح ضحيتها العديد من المواطنين هون نتكلم عن كيفيه معالجه هذه المشكل وكيفيه يعني على قناه الوطنيه تفضل نعم اخي مشاهد تفضل هذا الموضوع مهم جدا للواحد فيه قضية نعم قضية حوادث سير نعم اسم الكريم أخي المشاهد أبو علي مرحبا مرحبا أبو علي والمهم إن ما يتخطى حد الزرقة ويخلي زرق هون هذا بمات ياسرات الناس كانت تمشي تعلم السياقة تمشي برانتيات تفوت ياسر ماشي يا برانتيات عمان على عمان حد واحد يعود عنده بيرمي دي كوندوير لبوليجي وكانت يعاد واحد يقيس مدرسة السياقة يفوت عند هالتشهر يخلص 900 وعاقب ذاك يعود سائق تقبل وتكبير كبيرة عند ترانسبور هذا من ناحية معناه أن هون مسؤولية مشتركة بين السائق وبين السلطات ثانيا لرادار يالتم عودوا خارجين كذا في المغرب كيف الدول المشاورة ياك نتمكنوا من متابعتها وتعود لهم رقابة لذلك لبانو يالتم عودوا مالي خارجين وقدروا هات يالتم عودوا موسعين ومراقبين دائما عليهم ألسنة الرمال ودائما فيهم التقاعرات إذن المسؤولية دائما مشتركة بين الدولة والمواطن لكن هنا لين أخي المشاهد عفوا على المقاطعة المسؤولية الأكثر اللي مثلاً يلا تقع على عاتق الدولة والله المواطن برأيي المسؤولية دائما على عاتق الدولة الوالدين دائما يتحمل المسؤولية الدولة هي الأب وهي الأم تحمل المسؤولية دائما أيا كان قاعد تهور السائق لكن تهور السائقين هم مهماتي هذا وتركت البرجوازية دائما يقبل واحد وتبوه وهم يزن بها ما عنده برمة يدخل في فوتو يدخل في دار يدخل في مدة يخليها صحيح كيف قلت عن الدولة يقع على عاتقها كامل يدخل جنب قوانين أراضي عدلنه عند المواطن ما يجرى قاع عنه عدل هذه الإجازات اللي تعدل هذا من الديات اللي يعدل يوميا على قدرهات هي صبح 6 من والله 7 تاكات بهم الوتات تاكات تعود وراقب عدك دك دايات ونحكمت وتيرا برمتو حدك ترى قاعش ينطرس بكفالة ولا ينطرس كذا أنا ردع لا بد منه ردع صحيح المسؤولية مشتركة بين الدولة يا غير بعد برمة يعطي الدولة تشد فيها الأخبار ما يعود كل من هب ودب يجبر برمة حقيقة هذا تدري عليها رقابة مانعة صحيح كما قلت مشاهد شكرا لك شكرا الوطنية تجمعنا وشكرا شكرا لك الله يخليك شكرا لك أبو علي على المشاركة القيمة كيف قلت عن يلتفهم يعود قوانين رادعة لأنه من الأمور فهمتوا يا قضية برمة عن كيف قلت عن الناس كانت أصلاً يمضي 21 سنة وعشر سنوات هو إبرانتي من أجل جذب برمة فهمت ذلك الصعاد لا واحد يتعلم تحرق نهار ولا اثنين تعطاله برمة وقيم يربع يردح في واحد ولا يقوم يتقلب نتمنى المخرج يشير مثلا على الحلقة وفات ما ملينا من مشاركاتكم وآرائكم الجيدة حول الموضوع لكن الوقت ما يسمح لنا بباطل الوقت بدأ يطاردنا نتمنى إن شاء الله علينا الحد على الجهات المعنية وأن المواطن يسمع يعني هذا الموضوع ويستفاد منه ونتمنى إن شاء الله الحد من هذه الحوادث التي أصبحت منتشرة للأسف في بلادنا نتمنى إن شاء الله على المواطن يعرف قده من المسؤولية وتعرف الدولة ما اللي قدها من المسؤولية لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل الذي أشرف معي في إنجاز هذه الحلقة وفي الإخراج جلو وفي المتابعة العامة محمد والبلال وهذه تحيات الشيخ الحميدي في التقديم أطيب المنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدنيا وما خلقت شمس ولا قمر ولا نجم ولا نجم ولا ولا أثارت التصريحات التي أطلقها ضيفي خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن رؤيته لما أسماه المد الشيوعي داخل الأوساط الشبيبة الموريتانية إبان الاستغلال ومحاولات الحركات السياسية المرتبطة بهذه الأيديولوجية إبانها نصف مجهودات الرئيس المؤسس للجمهورية الإسلامية الموريتانية والتقليل من مكانته بين قادة حركات التحرر الوطني مزيدا من الامتعاض من لدن أتباع حركة الكادحين الذين رأوا في مضامينها تزويرا للمواقف والوقائع والتاريخ. وقد كنت مصرا على أن يأتي الرد ممن خصهم الضيف بالذكر من بين هؤلاء كمحمد الناجم ومحمد المصطفى والبدر الدين، لكن إرادة الحركة اقتضت غير ذلك، بل وصل التباحث بيننا أنه بدون أن أتيح لشخص بعينه الاستضافة والرد دونهما فمعناه أنني أمنع الحركة من حقها في الكلام والرد على ما أسماه هؤلاء التقولات غير مؤسسة. وعلى كل حال فلطالما تحملنا سهاما قادمة من هنالك في سبيل أن نجسد قناعتنا في الحرية التي نمارسها في الوطنية وعبر برامجنا الحوارية حوار الوركشوب وحوار بليس، ورغبة في تمكين حركة الكادحين من نصيبها في برامجي، فإنني أستضيف الشخصية التي انتدبت للرأي للرد، وهو شخصية نضالية تمثل امتدادا للجيل المؤسس للكدحة كما تتبوأ مكانتها بين الشخصيات المرجعية المعتبرة، وهو فوق هذا يعد عضوا في المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم لـFPÉ. وقبل ذلك أود من المخرج عرض جزء من الحلقات التي نعني بهذا الرد. لا يستنقص علينا الناس من مقومات الدولة ولا سيما دولة حديثة. احنا لهم احنا نقارن مع الدول اللي لهم 400 سنة متقدمة ومتمدنة ومقاونة وكامل، لهم احنا نقارن معهم. معناها عنا معناها النبوة حصلنا على شيء. وانا ماني عالم برواية فينا ناقصة عن دولة من الدول الافريقية. طيب السؤال الثاني متعلق بفحوى كلامك، وإحنا دائما مشاهدين حاولوا عنهم يعودوا في الصورة. أنت تحاول أن تقدم رد فيما يبدو على برنامج آخر وعلى أيضا شهادة لأحد السياسيين الموريتانيين، وما تحس عنك متحرج من تذكره بالاسم؟ أنا ما ذكرت حد بالاسم. ما ذكرت حد بالاسم. طيب. ولا ذكرته لين لهنا ذكره. يفهم من هذا. أرجع ضاف راسه المسألة نحازة لزوم يا ذاك يعرفه تنحاز له خلاص. سؤال للموالي وهو اللي نبدو به حلقتنا هذا اليوم يتعلق ب صور. كان الضيف هو الأستاذ محمد دباب فال، وهو إداري موريتاني بان فترة النظام الأول نظام مدني في موريتانيا، وكان كذلك إعلامي ولديه ايضا تجربه في المجالات السياسيه ضمن حزب الشعب. وللرد ولاستضاح يعني تجليات ربما تعتري تلك المقابله استضيف الليله الاستاذ سيد ناول محمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم كما اسلفت. اهلا وسهلا استاذ سيدنا. اهلا وسهلا بك في حوار بليس، ونتمنى ان تجد الفرصه للحديث. اجمالا تابعتم الحلقتين الحواريتين مع الاستاذ محمد باب فال بابا
الإداري والإعلامي والسياسي الموريتاني الذي خدم بلاده في ظل حكم الرئيس المختار ولدادة، وتعرض في سبيل ذلك للأسر والإقصاء، ومع ذلك ما يزال مبهورا بقوة شكيمة ووطنية ونزاهة أول رئيس مدني لموريتانيا. وقبل أن ندخل في الحوار وفي المحاور التي نود الخوض فيها، هل يمكنكم التعليق إجمالا على مضامين الحلقات التي أثرناها خلال الأسابيع الماضية؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أنا بالنسبة لي عندي منهجية خاصة بي، وهي إن شاء الله الليلة نحاول إذا سمحتم أن نتبعها. هذا السيد تكلم فعلا والله قاع ما هو وحده عن يعني يوسر من القضايا. أرانا نختار قبل الخوض في هذه المشاكل، في هذه يعني بشكل عام قبل أن نخوض في المشاكل بالتفصيل. قبل الخوض في هذه المشاكل أود أولا أن أبين مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى هو عن نحن كحركة سياسية لها رموزها مثل بدر الدين ومثل محمد الناجي، كنا من الناس الأوائل عقب الاستقلال اللي قمنا بالنضال ضد النظام الجديد، النظام المدني الجديد. وفي هذه الفترة اللي ذهية رغم ما تعرضنا له من المشاكل ومن الإقصاء والتعسف والقمع والتعذيب وما أشبه ذلك، هذا ما زلت لاهي نرجع له، التزمنا الصمت عقب الإطاحة بالنظام المرحوم المختار ولدادة. جاءنا قدر من الناس يطلبنا نصرحوا بذل اللي شايفين عليه، واحنا حكما كنا وحدنا في ذيك الفتره اللي شايفين شيء على المرحوم المختار ولدادة، مثلا على سياسته هو كشخص ما لنا شايفين عليه، شو مستلين نرجع له غير سياسته ما لنا موافقين فيه. محمد المصطفى والبدر الدين كما يشهد على ذلك احمد واللبياه كان يبان الانقلاب يمارس عمله المهني في كي هيدي، وجاه واللبياه وفوت معاه الاكاديمي دو فوتبول فوت سوكير اكاديمي ميغا. Communique au public de l'entame de ses activités et ce à travers une session d'entraînement de joueurs de football dont l'âge est compris entre 7 et 14 ans. It surrounds us, every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together be. Sous la direction d'un expert international, inscrivez-vous rapidement avant de rater l'occasion. Place limitée. Just like a wave.